التقينا بالفنان محمد عساف يلي قدر بحضوره اللافت وشخصيته المهضومة يعمل جو كتير حلو وممتع أثناء التصوير، وقدرنا نخطف عساف لدقايق ونعرف منه شوية أسرار وتفاصيل بتخصه. عرفنا من عساف مين فريقه المفضل لكأس العالم 2022. عروبتنا بتاخدنا انه نشجع المنتخبات العربيه، بتمنى لهم التوفيق صراحه المنتخبات العربيه. بعد هيك يمكن بشجع المانيا ممكن او بلجيكا، كثير فريقهم قوي. اما عن اللعبه يلي بيلعبها عاده مع ابنه ريان فكان جوابه متوقع جدا، غالبا بغني له اكثر، بغني له اغنيه طيري يا طياره طيري يا ورق وخيطان، هاي بغني له اياها كثير. وخبرنا كمان شو هي اول كلمه قالها ريان. غ حرف الغين. وقت سألناه عن الشيء الوحيد يلي بيضل معه على طول وما بيفارقه، هيك كان يعني جوابه. هلا بالعالم شكلا ما حد بفارقه التليفون هلا، صلى بكلنا. وعرفنا انه محمد عساف كان جوعان فسألنا شو اكلته المفضلة. صينية دجاج بطاطا. يا ترى مع مين كانت اخر مكالمة او مراسلة اجراها بتليفونه؟ مريم.